إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من أعظم مقامات الدين ومن أعظم مقامات العبادة ومن أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين مقام دعاء رب العالمين. فالدعاء يا عباد الله من أعظم العبادات وأجل القربات، بل هو مخ العبادات وهو العبادة. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه فقال عز ذكره: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء يا عباد الله هو إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الحاجات منه سبحانه وتعالى، لأنه القادر على تحقيقها، قادر سبحانه وتعالى على جلب المنافع ودفع المضار. فعباده فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكل عباده ذو حاجة إليه، وكلنا ذو حاجة إلى ربنا سبحانه وتعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولذلك على المسلم أن يعظم هذا الشأن العظيم، وهو شأن العبادة، ومنها شأن الدعاء. وذلك لأنه لا يجيب الدعوات ولا يفرج الكربات إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والعبد كلما كان أكثر دعاء لله سبحانه وتعالى، كلما كان أكثر أجرا، لأن الداعي في عبادة ما دام يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع الإجابة، لأنه في عبادة وطاعة، وهو مأجور على ما يقوم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته يعني يستجاب له، وإما أن يدخره الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فأكثروا من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب ملحاح الدعاء الذي يدعوه ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، وبني آدم إن يسأل يغضب. فعلى المسلم يا عباد الله أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعائه، ويعرف أسباب الإجابة وموانع الإجابة، لأن من قام بذلك فحري أن يستجاب له من الله سبحانه وتعالى.
ومن أكثر طرق الباب حري أن يفتح له. عباد الله، إن العباد إن الدعاء عبادة عظيمة، من صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به وكفر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين الله عز وجل أن دعاء غيره سبحانه وتعالى شرك وكفر، مخرج من الملة ومخلد لصاحبه في نار جهنم. وفي المقابل أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يدعوه سبحانه وتعالى، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمر الله عز وجل عباده بأن يدعوه سبحانه وتعالى، ويحب ذلك منهم عز ذكره، لأنه سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى عباده، يعطي عطاء سحا لا انقطاع له، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا بخلاف غيره من المخلوقات، فإن ملكهم ينقص ولا يقدرون على كل شيء، خاصة إذا كانوا أمواتا فإنهم أحوج إلى الدعاء من أن يدعوا من دون الله سبحانه وتعالى. والكلام عن الدعاء مقام عظيم يحتاج إلى بسط كبير ومقام طويل لعظيم هذه العبادة وكبير قدرها وجليل قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن سنذكر يا عباد الله موطنين من مواطن إجابة الدعاء يغفل عنهما كثير من الناس. فمواطن الدعاء كثيرة يعرفها كثير من الناس وقد يغفلون عنها أو لا يبالون بالدعاء عند حدوثها فيحرمون أنفسهم، ومن ذلك الدعاء بين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وفي يوم الجمعة وغير ذلك من مواطن الإجابة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. ولكن هناك من المواطن من يغفل الناس عنها غفلة عظيمة وقد لا يعلمها كثير من الناس. ومن هذه المواطن التي ينبغي للعبد أن يتنبه لها وهي من مواطن إجابة الدعاء ويستحب فيها الدعاء، الموطن الأول عند سماع صياح الديكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهذا الموطن يا عباد الله يغفل عنه كثير من الناس، فإن الدعاء عند سماع صياح الديكة فضل من الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. ولذلك كان بعض العلماء لا يترك الدعاء عند سماع صياح الديكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله من فضله، وهذا يشمل أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أو أن تدعو الله عز وجل بكل فضل هو عند الله، وهذا يشمل الدعاء بكل الخيرات ودفع المضرات. فهذا موطن يا عباد الله ينبغي ألا نغفل عنه. ولذلك نص العلماء على استحباب الدعاء عند سماع صياح الديكة. والموطن الثاني يا عباد الله وهو مما يغفل عنه كثير من الناس هو ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، من تعار من الليل ثم قال: لا إله إلا الله،
وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، وإن توضأ قبلت صلاته. فانظر إلى هذا الذكر اليسير وإلى هذا الفضل العظيم. فهذا الموطن يا عباد الله بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه موطن إجابة دعاء. وإذا كان هذا الاستيقاظ في الثلث الأخير فإنه أحرى وأكمل بأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء من سأله في هذه الحالة العظيمة. والتعار من الليل هو الاستيقاظ، فلو استيقظ من أجل أن ينتقل من جهة إلى جهة ثم دعا الله، قال هذا الذكر ثم دعا الله سبحانه وتعالى، استجاب الله له. فلذلك على المسلم أن يحرص على هذا الموطن، لأنه لا يسلم من الاستيقاظ من الليل أحد. فإذا استيقظ إما لعارض أو من أجل أن ينقلب أو من أجل أن يقوم للصلاة الليل، فإنه يحرص على هذا الذكر ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يجيب دعوته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الأعداء يا عباد الله يريدون هدم المجتمعات، ومنها المجتمع المسلم، وذلك بإدخال المخدرات والمفترات والمسكرات التي تهدم المجتمعات وتهدم جميع مقومات الحياة. ولذلك يحرص الأعداء حرصا شديدا على إدخالها إلى المجتمعات المسلمة خصوصا من أجل التأثير على هذا المجتمع. فهذه يا عباد الله المسكرات والمخدرات أمرها عظيم وضررها كبير، حتى جمع العلماء رحمهم الله تعالى في أضرارها 120 ضرراً في الدنيا والآخرة. فالأمر عظيم والأمر شديد، والوقوع فيه من الناس كثير. فعلى أولياء الأمور أن يتنبهوا إلى أبنائهم وبناتهم، لأنهم مستهدفون في هذا الأمر العظيم. ومن رأى يا عباد الله، ومن رأى ما يقوم به رجال الجمارك وغيرهم من صد هذا العدوان، ورأى الكميات الكبيرة التي تضبط عند الحدود، علم حجم المؤامرة التي يراد بها شبابنا ويراد بها بناتنا. فعلينا أن نتنبه يا عباد الله إلى هذا الأمر العظيم. والمسكرات والمخدرات هي من كبائر الذنوب العظيمة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والمسكرات والمخدرات تهدم يا عباد الله، تهدم العقل والدين، وتهدم العرض والمال. فكم من واقع في هذه الأمور ضر دينه وعرضه وماله وعقله. ولذلك يا عباد الله سميت الخمرة بأم الخبائث، لأنها تجمع كل خبيث وتدل على كل منكر. فالحذر الحذر يا عباد الله، فاحذروا وحذروا، ولأولادكم تنبهوا، فإنهم مستهدفون في هذا الأمر العظيم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا،
واصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم ايد بالحق امامنا وولي امرنا، اللهم من اراد بلادنا بسوء وفتنه اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.